يقول السائل: والدي متوفي ووالدتي امرأة كبيرة. متوفى لا، متوفى والد هم والدي متوفى ووالدتي امرأة كبيرة لا تستطيع الحضور، وأريد أن أعمل عمرة لكل منهما، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان قد اعتمر عن أنفسهما وحج عن أنفسهما فلا حاجة إلى الاعتمار عنهم أو الحج عنهم وهم أحياء. أما إذا كانوا لم يحجوا ولم يعتمروا ولا يقدرون على العمرة ولا على الحج بسبب الكبر والهرم ولا يستطيعون السفر، فيوكلونك وتحج عنهم عن واحد، تحج عن واحد وفي السنة الثانية تحج عن الثاني، وكذلك العمرة تعتمر عن واحد ثم تعتمر عن الثاني، كل واحد عنه حج مستقل وعمرة مستقلة، ولا تشرك بين الاثنين أو أكثر في حجة واحدة أو في عمرة واحدة، لأن النسك لا يكون إلا عن واحد ما يكون عن اثنين. نعم.